هنشوحها شويه، هنحط المشروم وعليه شويه ملح. تمام. البصل مش عايزه يتحرق معانا، انا عايزه يدبل بس، يدوب يدبل معانا بس. تمام كده. هنا المشروم اهو بنشوحه، وانا عندي البتنجان مسويينه او محمرينه، وكمان الكوسه محمرينها علشان ما تاخدش معانا وقت. حطينا البصل، هننزل عليه بالجزر اهو، ونقلب. تمام. خليط حلو قوي، وحاجه كده طعمها رائع رائع رائع. حطينا كده البصل والجزر. هاجي هنا بقى احط المشروم بعد ما تشوح اهو تشويحه كده عشان ينزل ميته هنا عليهم، وننقل دي هناك. يلا بينا ننقلها هناك. معلش يا ياسر، انا متحرك انا عارف. الله يخليك. ونحط دي كده عشان بقى نعمل اللحمه بتاعتنا. تمام. اول ما حطينا البصل مع الجزر دبل كده والمشروم نزل ميته عليه، اكمل بقيه الخضار بتاعنا اهو. تمام. حلو قوي. نعمل ايه؟ ناخد الثوم اهو ونقلب كويس قوي، وبعدين ناخد عليهم الزعتر، كل النكهات الموجودة عندي دي. بعدين كده الفلفل. انا عايز اسوي كل الحاجات بتاعتي دي برضو، هتكمل تسوية مع الطاجن بتاعنا دلوقتي اما نخلطها مع اللحمة، لكن انا عايزها كده تبقى زي ما بنقول كده الدنتي، يعني حاجة كده بتقرمش، مش عايزها تبقى مستوية قوي. تمام. جميل. قلبنا، حطينا كل الحاجات، نقلبها تقليبة تمام كده. حلو قوي. هسيبها كده بالراحة على النار الهادية دي لغاية ما نرجع لها اهو. نهدي النار شوية ونسيبها على النار. تعالوا بقى نعمل اللحمة بتاعتنا. لسه عندي البتنجان والكوسة دول مستويين، فمش عايز احطهم معاهم يتهروا. هناخد برضو شوية من الزيت صغيرين، واللحمة بتاعتنا عليها من غير ملح. من غير ملح، لغاية ما اللحمة بتاعتنا تعمل ايه بقى؟ تستوي خالص. اول ما هتستوي خالص هضيف عليها الملح. جميل قوي اهو. تمام. ليه بقى انا بقلب كده؟ علشان ما يبقاش فيها كتل خالص، ما يبقاش في اللحمه كتل خالص اهو. ونسيبها لما تستوي خالص براحتها خالص، احنا مش مستعجلين. بعد ما تستعجل، بعد ما نخلص هنحط هنا، احنا حطينا ملح وفلفل هناك، هنحط على اللحمه برضو ملح وفلفل. لسه فيه حاجات كتير قوي موجوده في الطاجن ده، يعني طاجن فيه كميه من الخضروات لوحدها يعني قيمه غذائيه، وفي لحمه برضو قيمه غذائيه، وفي بطاطس روعه الروعه، بطاطس بيوريه، وكل حاجه هنا روعه النهارده. لسه عندنا طبعا صدر الديك الرومي بيستوي في الفرن، انا سايبه براحته خالص، وهوريكم دلوقتي لما يطلع معانا شكله عامل ازاي. اللحمه انا بقلبها، نروح نقلب الخضار بتاعنا زي ما قلت اهو. انا سايبه على نار هاديه، وهنيجي بقى دلوقتي نضيف عليه البتنجان، ونضيف عليه الكوسه. الحاجات دي كلها مستويه، الحاجات دي كلها مستويه. هناخد بس نمسح بقى كده حوالينا. تمام. نمسح هنا. حلو قوي. بصوا بقى نشوف كده الخضار بتاعنا بعد ما ضفنا عليه الكوسه والبتنجان، ونبعد دول كده هناك. حلو قوي. خلاص ناقص ايه بقى؟ اللحمه تستوي معانا. هبعد دي عن النار خلاص، لان كل اللي لسه عندي البتنجان زي ما قلت مستوي، والكوسه مستويه، فانا مش عايز اهريهم يعني. جميل. بعدناهم عن النار. اول ما اللحمه تستوي، اللحمه دي عليها اي حاجه خالص، ما عليهاش اي حاجه خالص، ولكن هتيجي دلوقتي تاخد من نكهات الخضروات اللي معايا لما اقلبها على بعض، وكمان هتاخد من الملح والفلفل، وهنديها شويه مرقه. انا كنت حطيت هنا شويه زعتر، وسايب شويه تانيين هنحطهم على اللحمه. معلقه صغيره من الزعتر المفروم، غيرت الريحه، غيرت الريحه خالص.
اللحمة استوت؟ اه خلاص تمام. هنيجي هنا ناخد عليها معلقتين صلصة الطماطم. جميل. وبعد ما نقلب كده مع بعضه حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط كوباية المرق ونسيبها تغلي شوية عشان تبقى جوسي. حط الملح دلوقتي؟ اه حط ملح ونحط فلفل ونقلب بقى كده ونسيبها تغلي شوية، تغلي مع بعضها غلوتين. جميل. خلصنا كده؟ اعتقد خلصنا، بس لسه شوية صغيرين اهو. هنقلب كله مع بعضه، اول ما تغلي مع بعضه احس ان اللحمة بتاعتي خدت من صلصة الطماطم، وصلصة الطماطم يعني بدأت تتقل معانا ومع الصوص بتاعنا بتاع المرق والملح والفلفل. هنيجي نحط كده كل الخضروات عليها. هو انت ممكن اكل الحاجات دي لوحدها من غير ما احط عليها بطاطس؟ اه طبعا ممكن احطها في حاجات تانية. اه يعني ممكن احشي بيها حشوات تانية. انا ممكن احشي بيها المكرونة بشاميل، ليه لا؟ ممكن احشي بيها احطها مع الفيتوتشيني او مع المكرونة العريضة، ممكن لو مع النجرسكو، ممكن اعمل اي حاجة، ممكن احشي بيها كانيلوني، اللي انتوا عايزينه، لان فيها شوية خضروات روعة الروعة، وكمان فيها لحمة. اول ما حطيت الخضروات كله غلي مع بعضه خلاص، هسيبها بس دقيقة عشان ما تتهريش، ونروح نجيب الطاجن اللي انا حاطط فيه شوية من البطاطس البيوريه. شوية يعني مثلا حوالي 2 سم كده او سنتي من البطاطس البيوريه. وعندنا هنا بقية البطاطس اللي انا عاملها، وهنروح نجيب بقى الخليط. شايفين بيغلي مع بعضه اهو كله تقليبة واحدة، ونروح رافعين وننزل كده بسم الله. كمية اللحمة روعة، طعمها حلو. اه انا مش عايزكم بس تجربوا شكلها، يعني تجربوها بشكلها الحلو ده وكمية الخضروات اللي موجودة فيها. نساوي هنا ليه بقى؟ علشان خاطر تمام. خلصنا كده، نحط كمان دول خسارة اهو بقى. خلاص بقى هنشيل ده ونفرد لساويها الاول، لان هناخد عليها بقى روزيتات من الجبنة، قصدي من البطاطس. جميل. بسم الله. تمام كده. كده روزيتات لغاية ما نخلص. اهو. من البطاطس. بطاطس بيوريه بيبقى عليها زبدة وعليها كريمة وعليها كمان جوزة الطيب وعليها لبن. جميل. تمام كده. مش كتير بس روزيتات لذيذة كده علشان ما تخش الفرن تديني اللون اللي انا عايزه الذهبي، لان احنا لسه هنحط على وشها شوية من الجبنة. روعة روعة بجد. لازم تجربوا الحاجات اللي انا بقول عليها دي، لان طبعا انتوا عارفين ان انا دايما بجيب لكم الجديد، واحنا برنامجنا هنا زي ما قلت برنامجنا تعليمي اهو. حلو قوي اهو. كل سنة وانتم طيبين. طبعا جربوا اللحمة دي بقى وهيصوا في العيد النهاردة. تمام خلاص. طبعا احنا لو خدنا مثلا وراك الديك اللي خدناها فضل مننا الصدر نعمله بالطريقة دي، اي حاجة بتفضل عندنا بنستعملها على طول. الجبنة على الوش روعة، نرش كده الجبنه هتدي لون حلو قوي، وبرضه هتدي تست حلو قوي. خلاص كده تمام اهو. هشيل ندخل الفرن تاخد اللون الجراتان اللي انا بقول عليه، ونقدمها لكم بطريقه حلوه جدا. يا رب تعجبكم ان شاء الله. حاجتنا زي ما بقول دايما لذيذه وطعمها حلو، لازم تجربوها. هنروح بقى نحط
تحت الشوايه ونقول بسم الله اهو، ونشوف الديك الرومي بتاعنا او صدر الديك الرومي بتاعنا زي ما قلت انا سويته قبل ما ندخله الفرن على الاقل ربع تسويه، بلاش نص تسويه. هنرفع كده ونقول بسم الله اهو، ونشوف كده. اعتقد ان استوى، لان بصوا حضراتكم اهو. هعمل ايه بقى؟ هنقطعه شرايح ونقدمه لكم، ولكن بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنغرف كل الحاجات بتاعتنا. بصوا بقى قبل ما ناخد الفاصل، عايز اوريكم حاجه على او معلومه. يعني لو بصينا هنا على الخضار، اصل انا دايما بتسيل على القصه دي، ده طبعا الصوص الناتج ده هصفيه ونعمل فيه نفس الحكايه اللي احنا عملناها. تمام، الخضار اهو شايفين الصوص الناتج ده، هصفيه ونعمل منه الصوص بتاعنا اللي انتوا شفتوه. الخضار بتاعنا بقى شايفين اللون ده حلو، ايه اللي خلاه اخضر كده؟ اهو انا بلفه عشان تشوفوه من كل الجهات، بروكسل وقصدي بروكلي وفاصوليا كان شاريينها، ما جراش حاجه، والبروكسل كذلك. طيب احنا سلقنا ده؟ اه سلقناه والله. طب ازاي حافظ على لونه كده؟ انا هقول لكم بقى. في حاجه اساسيه لما نيجي نسلق الخضار نعمل، حتى الجزر لونه يا هو شايفين اللون، هنجيب ميه على النار نحطها فيها شويه ملح، حط الميه على الملح، اول ما تغلي بنحط الجزر الاول عشان الجزر بياخد وقت في التسويه، ياخد وقت. اول ما احس انه استوى بشيله احطه على ميه ساقعه، ميه ساقعه. لو انا حسيت ان الميه اللي انا حطيته دي سخنت اغيرها، لو انا عندي تلج ممكن احط التلج جواها يستوي، يعني يبردها اسرع. ده اسمها عمليه التبريد المفاجئ. البروكلي كذلك بنزله 3 4 دقائق مش اكتر من كده، بعد ما انزله 3 4 دقائق بطلعه على ميه ساقعه يطلع اللون الجميل ده، والفاصوليا والبروكسل كل الحاجات دي. حبيت اقول لكم على المعلومه دي. هنروح للديك الرومي اهو، عملناه قدامكم ما عملناش حاجه من وراكم. الديك الرومي طبعا زي ما انتم شايفين هنقطعه شرايح ونحط عليه الصوص بتاعنا مع الخضار اللي انتم شايفينه ده، هتشوفوا روعه الروعه. عشان كده بقى هسيبه يهدى شويه قبل ما نقطع، لازم يهدى شويه قبل ما نقطع. فهنستغل بقى وقت الفاصل بتاعنا ونستعذبكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل ان شاء الله هنرجع يكون هدي الديك الرومي وقطعناه وفرشناه كده، وهتشوفوا شكله جميل جدا محدش يشوفه في اي مكان. دايما الممتع، بس قبل الممتع قبل ما نخرج اوريكم اللون. انا هو ده اللون اللي انا عايزه اهو، شايفينه هو ده. او عايزينه اغمق شويه مفيش مشكله، بس لا انا عايز ده، انا عايز اللون ده. تمام، فعلى بالبه طبعا هنرفع خضر. تمام، هنسيبه كده ونستاذنكم بقى ناخد الفاصل. بعد الفاصل هنرجع مع بعض نكمل، محدش يعرف اي مكان، التعليمي والاكاديمي والحاجات اللي انتوا عايزينها كلها مع الشيف يوسف، مطبخ الحياه. بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض صدور الديك الرومي بصوص حلو قوي، في برتقان وفي مستردة وفي خردل اللي هو حبوب الخردل، وعملنا كمان طاجن من اللحمه بالخضروات عليه بطاطس بيوريه وشويه جبنه، روعه الروعه، لازم تجربوا. عشان كده بقول لكم جربوا الحاجات دي هتعجبكم قوي. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض، اشوفكم على خير، سلام عليكم.